كينج اليوم على حسين ماشك حسين. هلا. طبعا شباب اليوم احنا بلعبة ماينكرافت. ماينكرافت. اليوم احنا بلعبة كلاش رويال. هم يفتسون عندي قوان وحسين تحدي. اللي هي البطاقات الاسطورية طبعا عندي. البطاقات كلهن تقريبا. ضد البطاقات العادية النادرة ذني ممتازة. بس عندنا البطاقات العادية والنادرة ممتازة مهم ذني. وانا عندي الاسطورية. فهن نفتح صندوق اول شيء نبدي منها. نفتح صناديق ونقرا بس نفسه. نفتحها بسرعة. لما اشوف صناديق نجمعها. ما طول ليش ما طول في شيء اسطوري. طب بس انا ضد حسين نرجع لكم شباب. بس طبنا يلا مام اتبع عليه. فنبدي فنطيك اول شي حظا موافقا نطيك ضحكة في الفوز. احمد شنو سويت انت؟ ايه خلوني احمد انت اسعى يلا يلا بسرعة الدبشي ما الدبشي يحكي لا بيكي 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 هذا بيكي هذا بيكي هذا بيكي لا 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 يلا يلا المرة انت بطاقة بالصورة وانا عادي يلا شباب. طبعا سوند اختار التشكيلة الساحر مستحيل ما اخذه كلش قوي. هذا لا تشكيلة خرافة للساحر. هذا ما اقدر احطه انا وقدر حط بيهن تعويذات مثلا البغرق هيك يعني ذني مو حط بيهن بطاقات. هذا فتاك نشوف انه شيء دفاع قوي. ضايفيني كل شوي. مستعد
شوف 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 شباب طبعا عشان سامي يختار لي يلا اختار عشان لا تحط سباركي ما حد ثاني لا عشان مو عشان طين شيء قوي واحد شيء قوي حرام عليك زين طين بس الساعة بس هاي طين شيء اختار واحد أنا أسهل لا طين لا همزين لا لا مو أبغى الفارس همزين بدالي عاد أحسن بعد تم كلهم ذن شلون دمجك ما أدري ذبل جنود حط جنود عقل جند واحد هذا مو جندي اه شكرا اريد شيء يعني يهجم يلا ها ما يفيد والله ما يفيد قوي والله لا الله اخي اختار واحد بس انا مو اسطوري مو اسطوري ها اصير شريط هذا
خفافيش بقيلي هاي خفافيش. لا 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 هي خفافيش تلعب تدار اي شي. شكرا وصلنا تجاوز اللايك اشتراك مع السلامة باي باي.